مني المرأة نجس؟ وكيف أميز بين المني وبين الودي وبين الإفرازات التي تنزل؟ كان هذا السؤال من أخت فاضلة، وأنا أراه سؤالا مهما جدا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نهمل هذه الأسئلة أو أن نتجاهلها بدعوى الحياء، بدعوى الحياء. فأنا لن أكون أبدا في حياء من كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم، نحن لا ننكر الحياء، بل هذا خلق الدين. الإسلام خلقه الحياء، الإسلام خلقه الحياء. فأنا لا أقل من شأن الحياء، فالحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فأنا لا أقلل من شأن الحياء، لكن أود أن أصل المسألة تأصيلا شرعيا، بمعنى أنه لا ينبغي أن يمنعنا حياؤنا من أن نتفقه في الدين. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأنا أقول، ما دامت هذه الألفاظ التي أرددها أنا الآن رددها من كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلا أستحي أبدا من ذكرها، بل ولا أستحي ولا أتوهم أنني أخدش بهذه الكلمات حياء أم فاضلة أو حياء بنت فاضلة من بناتنا. وأنا حريص جدا على أن تتربى نساؤنا وأن تتربى بناتنا على الحياء وعلى العفة، لا على هذه المصارحات المكشوفة ولا على هذه الكلمات المكشوفة التي تصم الآذان عبر شاشات الفضائيات في كثير من البرامج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزداد قلبي تحسرا وتألما حينما تكون هذه الكلمات في برنامج ديني أو في برنامج فتوى. نعم، لا يليق أبدا، وإن كنت رجلا أتحدث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن أتجاوز البتة حدود الأدب، بل من الأدب ألا أتجاوز حدود الأدب في طرح مثل هذه القضايا التي تتعلق تعلقا مباشرا بحياء نسائنا وبناتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين نسائنا وبناتنا بزينة الحياء، فهي أعظم زينة تتزين بها المرأة بعد إيمانها بالله تبارك وتعالى. تعالى، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. فأنا أقول، المني، هل مني المرأة نجس؟ والراجح من قول جماهير أهل العلم أن المني طاهر، أن المني طاهر، سواء كان المني للرجل أو للمرأة، فالمرأة لها كذلك مني، لها ماء كماء الرجل، وإن اختلف في الشكل واللون، وإن اختلف في الشكل واللون. فماء المرأة رقيق معروف، يميل لونه إلى اللون الأصفر، هذا ماء رقيق. والمرأة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا رأت الماء. هذا كلام الصادق، قال نعم إذا رأت الماء. فالمني هذا الماء هو الذي خلق الله عز وجل منه الإنسان، الرجل والمرأة سواء. والراجح أن الله تعالى لم يخلق الإنسان من شيء نجس، حاشا لله. فأنت وأنا وأنت أيتها الأخت الفاضلة، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من حيث الفرع، وإلا من حيث الأصل فقد خلق الإنسان من طين، ومن حيث الفرع خلقه الله عز وجل من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، وما أكثر الآيات الدالة على هذا. فماء المرأة وماء الرجل على السواء، الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماء طاهر بفضل الله تبارك وتعالى. كيف تعرف المرأة المنية من المذي، من المذي والودي؟ يعني كيف تفرق بين المني وبين المذي والودي؟ المني معروف، لأن المنية ينزل بشيء من الشهوة، بشيء من التلذذ، ويصاب الرجل والمرأة بعد نزوله بشيء من الفتور، هذه علامات لنزول المني. أما الودي فهو ماء أبيض سخين، يعني بياضه أشد بياضا من لون الماء عند المرأة. والود ينزل في الغالب بعد التبول، ينزل في الغالب بعد التبول، أو بعد مشي لمسافات طويلة، أو بعد حمل شيء ثقيل، هذا هو الود. والمذي
ينزل من الرجل أو من المرأة على السواء بعد المداعبة بين الرجل وامرأته أو ما شابه ذلك، ينزل المذي في هذه الحالات. وعلماؤنا يقولون بأن المني طاهر، أما المذي والودي فنجسان، يجب على من أودى أو أمذى أن يغسل ذكره أو مذاكيره وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا نزول المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأرسل علي رجلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء وليس الغسل، الغسل في المني فقط إن نزل بشهوة، الغسل في المني فقط، أما المدي والوذي أو المذي، الودي والمذي ففيهما الوضوء. قال له صلى الله عليه وسلم في رواية: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. أما الإفرازات فالراجح والله تعالى أعلم أنها طاهرة. ومن أهل العلم من فصل فقال: ينظر إلى وقت نزول الإفرازات، إلى وقت نزول الإفرازات، بمعنى إن كان نزول الإفرازات على المرأة المسلمة بعد الجماع مباشرة فمن أهل العلم من ألحق هذه الإفرازات بالمني، ومن ثم أوجب فيها الغسل إن نزلت بعد المني مباشرة، وقال هي تلحق بهذا. أما إن كانت الأخت متأكدة أن هذه الإفرازات نزلت بعد الغسل وبعد الطهر ولا علاقة لها بالمني فالأصل فيها الطهارة، فالأصل فيها الطهارة. كذلك كثير من أخواتنا يعني يصبن بهذه الحالة من الإفرازات الكثيرة بعد المشي لمسافات طويلة في الحر مثلا، فهذه أيضا الأصل فيها الطهارة. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن المني طاهر والمذي والودي نجس بإجماع، يعني لا خلاف بين علمائنا أن المذي نجس والودي نجس، فيهما الوضوء وليس الغسل، أما المني فهو طاهر وفيه الغسل.